أيضا ينضم إلينا حول هذا الموضوع الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية. أهلا بك دكتور طارق. الخطاب العدائي القطري طال جميع الدول وخاصة جمهورية مصر العربية، كيف تنظرون لهذا الخطاب العدائي وما هو السبيل لإيقافه؟ أعتقد أنه من المفترض أنه السياسة الإعلامية لقناة الجزيرة ولقطر أن تتغير، لأنه كما تعلمي كانت هناك التزامات في قمة العلا في السعودية من قبل الدول العربية تجاه التعامل مع الحالة القطرية. استمرار طبعا طرح القضايا وهذه الصورة اللي هي لا تتبع فيها أي أساليب مهنية أو علمية أو أكاديمية طبعا بتؤدي إلى توتير الأجواء. من المفترض أن الخطاب الإعلامي يتغير بصورة كبيرة وأن يبنى وفق سياسات جديدة تنفيذا ل يعني ما تم إقراره في البيان الختامي لقمة العلا. أعتقد أنه لابد أن يكون هناك وقفة مع السياسة القطرية وأن تكون هناك مراجعة أمينة وفق مواثيق الشرف الإعلامية التي يجب أن يتبعها الإعلام القطري في هذا التوقيت، حرصا على تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه في قمة العلا. أعتقد أنه استمرار هذا الوضع بهذه الصورة سيؤدي إلى توتير الأجواء والعودة إلى المربع رقم صفر في إطار علاقة قطر بأشقائها العرب في هذا التوقيت. ونحن نتحدث فيه طبعا كما تعلمي عن يعني توافقات عربية ومواقف عربية في مواجهة التحديات الإقليمية والتدخلات الإيرانية خير دليل على هذا، لأنه تعلمي أن هناك تدخلات يعني جزء منها مرتبط بالسياسات الإيرانية وجزء منها مرتبط بالسياسات التركية وأيضا الإسرائيلية، وبالتالي أعتقد أن العالم العربي اليوم في حاجة إلى مراجعة مواقفه، والدول العربية المستهدفة من قبل هذا الإعلام الملون الذي ينقل صورة غير حقيقية عن ما يجري في مسار العلاقات العربية العربية. وأعتقد أن هذا مطروح بقوة في الفترة الراهنة خصوصا مع الحديث عن التوافقات العربية ترجمة لما تم إنجازه في قمة العلا. جزء من الإعلام يمثل يعني محاولة لتضليل الرأي العام من خلال التأكيد على هذه التدخلات، نعم، وبث معلومات غير صحيحة ومعلومات ملونة ومضللة لتضليل الرأي العام، والاستقواء بطبيعة الحال بالسياسات الإقليمية ليس هو حلاً للجانب القطري على أي مسمى من مسمياته. نعم، الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، شكراً جزيلاً لك.